اخرها ده اخرها في الدب وعايش فيه. خرجوا عيالنا من السجون، اسالكم كلان تخرجوا عيالنا من السجون، باي ذنب حبستوهم؟ اتقوا الله، اي عيد واهم هذا العيد وعيالنا خلف القضبان؟ هكذا حرام والله حرام. خرجوا اولادنا من السجون، اتقوا الله في ارواحكم. خرجوا عيالنا من السجون، عذبتوهم، قتلتوهم، عذبتوهم ولما موتوهم. اي عيد هذا؟ اتقوا الله في اولادنا الذي داخل السجون، انتم ما تعرفوش مدى حرقه قلوبنا على اولادنا. اتقوا الله في اولادنا، لناشه الصليب الاحمر، لناشه حقوق الانسان، لناشه كل مكان كان في جسدي لي ضمير، من كان في قلبي رحمه ان ينظروا الى قضيه اولادنا ويحرقوا لنا اولادنا. ان بعد الحياه موت، وانكم ستنقون الله، وان الله سيسالكم عن حرقه قلوبنا. اللهم انا نشكو اليك حالنا يا ارحم الراحمين. امين يا رب. اللهم انا نشكو اليك حالنا ونشكو اليك حرماننا من اولادنا يا رب. الله نشكو اليك حرماننا من اولادنا يا ارحم الراحمين دون ان يكون لهم ذنبا. اللهم انا نشكو اليك من مات انه اقوى منك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكو اليك من مات ضميره ونسى انه مسلم ونسى انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وترك اسرائيل تتبطل في بلادنا. اللهم انا نشكو اليك الظالمين، اللهم انا نشكو اليك كل ظالم، نشكو اليك كل جبار، نشكو اليك من استقوى علينا في السجون واستقوى على اولادنا في السلاح. اللهم انا نشكو اليك حالنا وحالنا لا يخفى عليك يا ارحم الراحمين. نعيش عيد الام، حزن والمعاناه تتجدد في حياتنا كل يوم، الاختطافات مستمرة والانتهاكات في حق أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا تزداد يوما بعد يوم، والابتزازات المالية والنفسية والسياسية تعصف بنا دون رحمة. ونحن هنا ومن أمام مكتب الصليب الأحمر بصنعاء والمعني بجمع شتات الأسر ولم الشم، خاصة في وضع الحروب وفي ظل إخفاء 160 من أبنائنا إخفاء قسريا لا نعرف فيه شيئا عن أحوالهم ولا عن أماكن احتجازهم، ولم نحصل على فرصة لقاء واحدة بهم ولا حتى اتصالا هاتفيا واحد، مع وضع حرج وبالغ الخطورة يزيد من قلقنا وخوفنا، يعيشه أكثر من 3000 من أبنائنا المختطفين تحت التعذيب والإهمال الصحي في سجون أقل ما يمكن وصفها به أنها أماكن مخصصة لامتهان كرامة الإنسان. إننا أمهات المختطفين ندعو الصليب الأحمر وكل المنظمات الدولية وقلوب الأمهات المليئة بالحب أن يهدوا إلينا فرحة لن ننساها بتمكين الأمهات من اللقاء بأبنائهن في وضع لائق يحترم الإنسان ويلتزم بالضوابط الدولية الحقوقية والإنسانية. صحيح يا أستاذ. يا سليم، هذول اخ سليم، يا اخ سليم فين في فيل داون؟ شي واز نوتي. سلام لك يا نورا، قال الله يسلمك. Increasingly in the region, so even outside Yemen, there is an increasing food crisis, which is not only Yemen, it's also Somalia and a few other countries around. في المنطقة عامة حاليا في أزمة طعام، لا مش فقط في اليمن، حتى في البلدان المجاورة، في صوماليا وفي البلدان المجاورة في أزمة طعام عامة في المنطقة. But naturally in a place like Taiz this becomes a tragedy. ولكن طبعا هيدي النقص العام في منطقة مثل تعز ممكن انه يصير يوصل إلى مرحلة كارثة. So it is vital that humanitarian aid, food and other commodities can enter Yemen to start with. And once they are in Yemen that they can go to Taiz but also Sana'a and other places. فمن الضروري جدا أن المساعدات
الإنسانية تدخل إلى اليمن عامة، ولما تدخل إلى اليمن عامة إنه تستطيع أن توصل إلى جميع المناطق تعز صنعاء وجميع المناطق اللي هي محتاجة في اليمن. So it's really cool here to have all these humanitarian aid enter Yemen and reach the places where it's most needed like Taiz and Sana'a. فمن هون من خلال هذا المنبر نحن بندعي إلى جميع الأشخاص المعنيين في اليمن إنه يسمحوا دخول المواد الغذائية والمواد الإنسانية المساعدة الإنسانية إلى اليمن عامة. In Taiz we have the ambition to do more. We have already done a significant number of things which my colleague Nancy and Mukhtar are now going to describe. في تعز بعد زيارتنا نحن عندنا الطموح إنه إن شاء الله نزيد من عملنا داخل تعز على اعتبار إنه إحنا كنا الحمد لله يعني بدأنا في هذا العمل منذ أكثر من سنة ونص، يعني عندنا أنشطة كثيرة في تعز. راح أعطيكم ولا هيك مختصر مفيد مثل ما بيقول عن الأعمال اللي قمنا فيها في تعز طبعا بالشراكة مع زملائنا في الهلال الأحمر، وإضافة إلى إن شاء الله الأنشطة اللي رح نحب نعملها في المستقبل. مثل ما أنتم عارفين إنه الصليب الأحمر في مدينة تعز وحتى في محافظة تعز نقوم بمساعدة كل متضررين الحرب من عدة أنشطة. نحن ندعم المراكز الصحية، ندعم المستشفيات، كمان بالإضافة في منطقة تعز مشروع الخبز يلي هو عملناه مرحلة أولى، مرحلة ثانية، وبإذن الله إن شاء الله رح نعمل مرحلة ثالثة. ندعم حتى مع سلطات المياه، وإن شاء الله رح يصير هذا الدعم أكثر، يعني إحنا ببعض الاحتياجات اللي شفناها إن شاء الله رح يزيد الدعم. ما بدنا ننسى الدور الجبار اللي إخواننا في الهلال الأحمر اليمني عم بيساعدونا فيه. من خلالهم نحن يعني مشروع الخبز من دونهم كان ممكن إنه ما يحصل، يعني هم إيدنا اليمين وهم الشريك الأول والأخير للصليب الأحمر داخل اليمن. فمن هون أنا بحب أشكره لمختار وأشوف إذا مختار بحب يزيد أي كلمة. الشكر لكم وأشكر حضوركم لهنا داخل تعز وتقييم الوضع اللي أنتم شفتوها. ما أقولش إن أنا أأمل استمرار، إنما يعني أنتم قد تكونوا مستمرين بالعمل إن شاء الله، نأمل إنه يزيد زيادة. شكرا لحضورك أستاذ مستر إسكندر، أستاذ نانسي على دخولكم وجازفتكم دخولكم إلى داخل تعز. هاي